المطبخ التايلندي موضوعنا اليوم ب Eat Right, ولكن قبل ما نفوت بالموضوع بدنا نذكر بمسابقة Eat Right على صفحة الفيسبوك بيج. فوتوا على صفحة فيسبوك بيج ل MTV Alive, رح تشوفوا البانر للكومبيتيشن, فيك تحطوا جوابكم ونحن رح نعطي الجواب نهار الجمعة الجاي. اليوم شو بدنا نعطي؟ اليوم رح نعطي جواب. اليوم اليوم بعدنا بنفس المسابقة لأسبوع الجاي. لأسبوع الجاي صح, رح نعطي بعد أسبوع لنفس السؤال. شو كان السؤال نتالي؟ السؤال كان عن المأكولات اللي بتأثر على ريسك سرطان الثدي, بما أنه كان شهر الماضي هيدا هو موضوع الوقاية لشهر أكتوبر. شو من هالأربع أنواع من المأكولات بيعلوا ريسك سرطان الثدي؟ يا هل ترى هو الجزر, البروكولي, الحليب الصويا أو الكحول؟ سو أكيد ما ينسوا يحطوا الإيميل أدرس للمشاهدين اللي عم بيشاركوا بالمسابقة, وأكيد نهار الجمعة الجاي رح نعطي النتيجة الجواب. ورقمنا هو 0444444. نحن ناطرين اتصالاتكم إذا عندكم أي سؤال لنتالي. موضوعنا عن المطبخ التايلندي. ليه تايلند نتالي؟ تايلند لأنه هو بلد كتير بيتأثر بعدة بلدان حواليه, وكمان في عنده طريقة أكل معينة. الفواكه اللي موجودة فيه عندها فوائد غذائية مختلفة ومنا يمكن كتير معودين عليها, ولكن مهم كتير وقت اللي نكون عم نعمل حيالة نظام غذائي إنه نكون منفتحين على طريقة الطبخ بكل البلدين, لأنه إذا منقدر نلاقي لذة بهالأنواع من الكوكينج أو من طريقة الطبخ, أكيد منقدر نضل محافظين على نظامنا الغذائي حتى لتخفيف الوزن. بقى اليوم خلينا نستوحي شوي من المطبخ التايلندي ونشوف شو هي خصائص هالمطبخ هيدا. عادة المطبخ التايلندي تينا بيتأثر كتير بالشكل, بالريحة, بالمنظر, حتى التكستشر. بيشتغلوا كتير على البرفكشن, منا مطبخ سيمبل, منه كتير ما فيه عناصر مختلفة بتحضير الأطباق التايلندية, لأنه بهمهم كتير أنه يشتغلوا وجبة الأكل تبعيتهم. يعني إذا منشوف نحن بنعرف كتير انه بيعملوا vegetable carving, يعني بيحفروا بالخضرة. وهيدي الشغلة اساسها هي جاي من تايلاند, لانه على ايامات قبل البرنسز والكينجز كانوا كتير يشتغلوا على شكل الطبق اللي عم بياخدوه, والكارفينج او الحفر بالخضرة جاي من هنيك. هلا المطبخ التايلندي الحلو فيه انه في خمسة أو أربعة أو خمسة elements بالطبق الواحد. يعني عنا دايما سوب بالطبق التايلندي. يعني إذا بدنا ناخد وجبة تايلندية دايما منشوف أنه في عدة أطباق محطوطة حواليها على صينية كبيرة. في عنا سوب للسوائل اللي بتعطي دايما بالوجبة أو بالطبق سوائل على هالمائدة. عنا دايما كمان أنواع من السبايسز أو ديبس. عادة الديبس بيكونوا مصنوعين يا من الحر, الحر فيه نسبة مهمة من هالمطبخ هيدا. في عنا نوع من ستو أو يخني فيها دايما خضرة, وعادة اليخني فيها كاري. هلأ ننتبه هون, الكاري مش ضروري يكون حر, الكاري دايما دخله عقدة صفرة, ورح نشوف كمان شو أهمية هالنوع من السبايسز على الطبق على الأطباق التايلندية. وعندنا كمان الخضرة مع سمك, خاصة بيستعملوا كتير السمك أو دجاج أو لحمة, ولكن مع الخضرة دايما مخلوطة. صار عنا حوالي الأربعة لخمسة أطباق دايما موجودة, ودايما في توازن بالطعم بالمطبخ التايلندي. يعني في الحر, في الحلو, في الحامض, في المر كمان موجود بنفس الطبق. دونك بيعملوا دايما هالخليط من الطعمات كرمال بالنهاية يكون طريقة الأكل سبيسيال عندهم. وشغلة كمان حلوة لفتت لي نظري إنه في طريقة معينة بيأكلوا فيها بتايلاند. هلأ يمكن مش بكل المناطق, هيدي شغلة أكتر تقليدية, بيدفشوا بالشوكة على الملعقة بالإيد الشمال تياكلوا بإيد اليمين بإيد المزبوط. الباجيت أو التشوبستيكس اللي عادة نستعملهم بالمطبخ الصيني ما كانوا يعرفوها قبل بتايلاند, ودخلت من وراء الصين, يعني من وراء التقاليد الصينية.
المطبخ التايلندي كمان بتأثر بالبلدين مثل ما كنت عم بقول حواليه، مثلا من الهند اخدين الحر اخدين البهارات خاصة وخاصة من إيران، يعني متأثرين كمان بخلطتهم بخلطة البهارات تبعيتهم من الهند ومن إيران. دونك السبايسز فيها كتير فوائد غذائية مهم أنه نستفيد منها ونعمل هالبالانس أو هالتوازن بالطعمات. كمان من الصين دخل أكيد الرز النودلز، هيدول إشياء جديدة ما كانت موجودة قبل، يعني الطبق اللي كنت عم بحكي عنه قبل هو طبق تقليدي ما كان داخل فيه كان الرز الأساس. كان الأساس ما كان فيه رز، يمكن ما كان فيه نودلز، صار شوي شوي يعني. Exactly. صار فيه فيوجن. وبعدين إجوا الإسبان والبرتغالي دخلوا الخضرة، مشان هيك منلاقي أنه بالمطبخ التايلندي كل نوع من أو كل فئة من هالعناصر هاي موجودة بطبق معين تتعطي بالنهاية توازن بالأكل كامل. هو exactly. مشان هيك مهم كتير هالمطبخ هيدا لأنه فيه كل شيء يعني فيه خضرة، والخضرة منها كتير مطبوخة معظم الأوقات. رح ناخذ اتصال. صباح الخير ريما. ألو. أهلين تفضلي. أي بونجور. شو سألك ريما؟ بس كنت بدي اسال دكتوره، هلا انا وزني 54 نعم، ماني كثير طويله، ما خليت رجلي ما عملته وما بيمشي الحال، الماكسيموم اذا بدي انزل بنزل كيلو كيلو ونص اثنين وبرجع بعد فتره قصيره بغرب ردهم. تعملي رياضه؟ يعني من وقت لوقت. السؤال منه كتير كان واضح. 54 كيلو منه كتير طويلة، صار تعمل كذا رجيم بينزل وزنه ولكن ترجع بتردو. هلا بدنا نشوف كيف عم ما بعدها معنا على الخط، ولكن كيف كانت تخسر وزن؟ هلا 54 كيلو قديش طولك؟ منا معنا بقى على الخط. هلا مهم كتير نعرف كيف نزلت، كيف خسرت هالوزن هيدا. الرياضة مهمة أكيد، ولكن كمان النظام الغذائي. يعني أنا كتير بشوف أوقات بالعيادة أشخاص بيقولوا لي أنا ما بأكل وما عم بخسر وزن، ما هو لأنه ما عم ناكل، لأنه كتير عم نقسي نظامنا الغذائي كرمال هيك مش عم نخسر وزن. مهم نعرف نعمل توازن بالمأكولات ونشوف شو هي المأكولات. أنا بحس شخص مثل ما أفضل يروح يشوف اختصاصي أكيد، لأنه أكيد. يمكن دائما عم تقع نفس الغلطة. صح سو بدنا نشوف توازن الغذاء مع الرياضة اللي عم تعملها تنقدر بالنهاية نلاقي نتيجة. نتالي حكينا عن الخضرة بالمطبخ التايلندي، ما جبنا سيرة اللحمة والدجاج، فيها قد لحوم موجود في لحوم، ولكن مثل ما رح نشوف هلا ما بعرف اذا فينا نشوف الصورة كثير بيتناولوا سمك، يعني في سمك وثمار البحر، حتى بيعملوا نوع من شريمب بيست او مرهم الريديس اللي بيستعملوه بالتوابل تبعهم او الدب اللي عادة بيحطوه، بيستعملوا كتير مع السمك واللحمة والدجاج. هلأ ما كتير فيه يمكن لحوم، ولكن داخل بالمطبخ التايلندي بيستعملوا كتير الكركما، ولكن الفريش. الكركما هي من عائلة الجينجر وبيبرشوها أو بيستعملوها مش كبودر ولكن كنوع من متبل فريش. نحن ما عنا إيه هون، ولكن هني بيقدروا عندهم إيه متواجد. بيستعملوا أكيد البابريكا أو الحر، وكمان السكر اللي بيستعملوه واللي هو شوي غريب، بيستعملوا سكر البلح، ما بيستعملوا سكر البلح واو. اللي فيه نكهة شوي مختلفة عن غير أنواع مصادر السكر، ولكن بيعطي نكهة للطبق عادة مختلفة. دونك مثل ما كنت عم بقول دايما في توازن ودايما في كومبلكسيتي، يعني في عدة اشياء ممكن انه تتواجد بالمطبخ التايلندي. واكيد كمان بالكاري عادة بيستعملوا جوز الهند، وجوز الهند احنا بنعرف انه كثرة جوز الهند وكثرة استهلاك حليب جوز الهند او كوكونات ميلك فيه نسبة دهون مشبعة عالية. هيدي الكوتي نيجاتيف اذا بدنا نحكي عن المطبخ التايلندي، ولكن مش دائما متواجد. إذا بدي أحكي عن المطيبات أو الأعشاب اللي تستعمل بالمطبخ التايلندي، بيستعملوا كتير حامض ونوع معين من الحامض، هلأ رح نشوف صورته. النوع الحامض اللي موجود فيه طعم سبيسيال، وبيستعملوا ورق الحامض اللي بيعطي نوع من مرورة بتصور. صح. دونك حكينا عن الحلو، حكينا عن المرورة، حكينا عن الحامض. وبيستعملوا كمان برش الحامض كتير. يعني الأطباق اللي هوني عم نشوف البلو جينجر أو جالونغال، كمان هيدا نوع من مطيب شوي طعمته قريبة على الجينجر أو الزنجبيل. لكن كنت عم بحكي عن
الحامض اللي بيبرشوه بيستعملوا الورق تبعه دونك بيعطي مروره بيستعملوا برش الحامض وبرش الحامض فيه فوائد غذائيه وهالمادة هي اللي موجوده بورق الحامض اللي هي الليمونين فيها نسبه مواد مضاده للتاكسد كثير عاليه دونك مش بس في طعمه مختلفه ولكن كمان في فوائد على صحتنا وهالمادة هي الدراسات فرجت انه فيها كثير بوتنسيال يعني كمواد مضاده للتاكسد بينعد اكل صحي بالاجمال ناتالي مثل بكل أنواع المطابخ مهم كتير طريقة الطبخ يعني أنا عم بحكي عن العناصر الغذائية ولكن عن المكونات الغذائية والمأكولات ولكن كمان بيستعملوا ستير فراينج أو حتى بيطبقوا تطبيق يعني بيستعملوا كمية زيت ولكن بالإجمال لأنه بناخد شوي من كل شيء والأطباق منا كبيرة يعني الكيسات they share it دونك بالنهاية هو مطبخ أكيد ممكن أنه يكون صحي لأنه في توازن بالطعمة فالواحد حلو هيك قيمات ينوع بالمأكولات وخاصة لما نظهر على المطاعم فنفتش على مطعم تايلاندي أنا أكيد بلبنان في محل مزبوط صح Thank you ناتالي من بعد هالوقفة I witness وأنا برجع بلاقيكم بهاندميد